طيب هتكلم حضراتكم كمان على قائمة المحترفين اللي استدعاهم مستر لوي فيتوريا مدير فني لمنتخب مصر لمعسكر المنتخب في الإمارات إن شاء الله، واللي هيبدأوا الانضمام تباعا بداية من يوم 9، صلاح ينضم يوم 10 استعدادا لمباراة زامبيا يوم 12 وما بعدها الجزائر 16. بس تعالى ناخد جولة الأول مع محترفي مصر في الخارج ونشوف أخبار مشاركاتهم وإسهاماتهم مع أنديتهم إيه في الأسبوع الأخير. البداية من إنجلترا مع محمد صلاح اللي بيعيش أعتقد يعني بداية موسم رائعة مع ليفربول، فريقه السنة دي تقدر تقول إنه واقف على رجله، مركز تاني في الدوري الإنجليزي. مباراة ليفربول الأخيرة شارك فيها محمد صلاح وفاز فيها الليفر على ويست هام 3-1 بالدوري، مدة مشاركة 90 دقيقة. أهداف صلاح كانت هدف وحيد وحصل على ركلة جزاء، كان ليه 4 محاولات على المرمى، مراوغات 3 نجح صلاح في 2 منهم، تمريراته 38 تمريرة بنسبة دقة 76%، تمريرات مفتاحية 2، صناعة فرص مؤكدة 2، تقييم 8.7 درجة، وده تقييم طبعا عالي جدا بالنسبة للدوري الإنجليزي. وليفربول حاليا في المركز الثاني ورا السيتي على طول برصيد 16 نقطة، وإن كان في تساوي في النقاط لكن فرق الأهداف لصالح السيتي. والمباراة اللي جاية لليفربول هتكون أمام ليستر سيتي ولكن في بطولة الكاس. سام مرسي الحقيقة واحد من الأسماء أيضا اللي اختارها روي فيتوريا للانضمام لمنتخب مصر في معسكر أكتوبر، لاعب إبسويتش تاون واللي شارك في فوز فريقه في مباراته الأخيرة على بلاكبيرن روفرز بنتيجة 4-3 في الدوري، مدة مشاركة كانت 90 دقيقة، كان ليه 52 تمريرة بنسبة دقة 92%، تمريرات مفتاحية مرة واحدة، تمريرات طولية 5 نجح في 3 منهم، التحامات أرضية 10 قدر سام مرسي يكسب منهم 6، تقييمه في المباراة 7.1 درجة، وإبسويتش تاون في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، والمباراة المقبلة ليهم هتكون أمام وولفرهامبتون في الكاس. نروح لتركيا والبداية مع تريزيجيه. تريزيجيه أيضا واحد من الأسماء اللي وقع اختيار روي فيتوريا عليهم عشان يكونوا موجودين مع منتخب مصر، وتريزيجيه للاسف الشديد يمكن فريقه ترابزون سبور تعرض لخساره مباراته الاخيره وكانت في مواجهه هاتاي سبور في الدوري بنتيجه 3-2. تريزيجيه شارك بس لمده 16 دقيقه، لمس الكره خلالهم 3 مرات، التحامات ارضيه مره وحيده كسبها، وتقييمه في المباراه 6.5 درجه، وترابزون سبور يحتل المركز السادس برصيد 9 نقاط، والمباراة المقبلة للفريق هتكون أمام بندك سبور في الدوري التركي. ويمكن تريزيجيه انضم لكن لسه تقدر تقول أنه ما استعدش طبعا كامل جاهزيته، وأنا بشوف أن تريزيجيه هو الجناح الشمال رقم 1 في مصر مع كامل الاحترام لمرموش، موهبة صاعدة واعدة، لكن تريزيجيه في حالته ما أعتقدش أنه في حد الحقيقة ممكن يعني يقعد تريزيجيه. عندنا بعد كده ألمانيا، عمر مرموش أينتراخت فرانكفورت لاعب منتخب مصر، صحيح مشواره مع يعني في ألمانيا الحقيقة يشهد ليه بالكفاءة وبيتنقل من محطة لمحطة بشكل جيد جدا، لكن في النهاية قدامه يعني مشوار الحقيقة عشان يقدر يكون رقم واحد، لكنه طبعا ما فيش حد يختلف على خامة عمر مرموش. شارك في مباراة فريقه الأخيرة أمام فرايبورغ والمباراة دي انتهت بالتعادل سلبيا في البوندسليغا، مدة مشاركته كانت 65 دقيقة، كان ليه خلالهم محاولتين على المرمى، تمريراته 15 تمريرة بنسبة دقة 67% وتمريرة مفتاحية وحيدة، خسر الكرة 13 مرة وتقييمه في المباراة دي كان 6.6 درجة، وأينتراخت فرانكفورت في المركز الثامن حاليا في الدوري الألماني برصيد 7 نقاط، ومباراتهم اللي جاية هتكون أمام فولفسبورغ فريق عمر مرموش السابق في الدوري الألماني. فرنسا المتألق بداية ولا أروع على مصطفى محمد مع اف سي نونت الفرنسي. مصطفى شارك في مباراة فريقه الأخيرة اللي فازوا فيها على لوريون بنتيجة 5-3 في الدوري الفرنسي، مدة مشاركة مصطفى كانت 80 دقيقة وأحرز هدف أكتر من رائع، واتكلموا كتير على الهدف ده، وهو يمكن في واحد من تصريحاته أشار إنه الكرة دي تحديدا اتمرن عليها كتير جدا في معسكر منتخب مصر الأخير.
محاولاته على المرمى كانت 4، تمريراته 10 بنسبة نجاح أو دقة 70%، تمريرات مفتاحية 2، التحامات أرضية 11 كسب منهم 7، الحصول على أخطاء من الفريق المنافس 6 مرات، تقييمه في المباراة 8 درجات، وده تقييم عالي جدا لمصطفى، بيعكس الحقيقة مش بس جودة أدائه في المباراة دي لكن يمكن جودة أدائه من بداية الموسم. السعودية، جولة في الملاعب السعودية وأولها مع محمد شريف مهاجم نادي الخليج اللي شارك في المباراة الأخيرة وانتهت بفوز الخليج على الأخدود بنتيجة 1-0 في الدوري. مدة مشاركة شريف كانت 89 دقيقة، كان ليه محاولتين على المرمى، إهدار فرص مؤكدة مرة واحدة، تمريرات 12 بنسبة دقة 83%، تمريرات مفتاحية مرة وحيدة، وقع في التسلل مرتين، وتقييمه في المباراة 6.7 درجة. والخليج حاليا بيحتل المركز العاشر برصيد 8 نقاط، والمباراة اللي جاية ليهم ما لحقتهاش. هيلعب مع العدالة في مسابقة الكاس. طارق حامد، طارق حامد بيلعب في نادي ضمك طبعا في الدوري السعودي، وشارك في مباراة فريقه الأخيرة اللي انتهت بالتعادل أمام الهلال سلبيا. مدة مشاركة طارق 90 دقيقة، تمريرات 63 بنسبة دقة 90%، تمريرات مفتاحية 1، تمريرات طولية 5 نجح في 3 منهم، ارتكاب أخطاء 4، إفساد هجمات للمنافس مرة وحيدة، وتقييمه 6.6 درجة. وضمك حاليا بيحتل المركز ال 14 في الدوري السعودي برصيد 4 نقاط، والفريق والمباراة اللي جاية هتكون أمام فريق الخليج، مواجهة بين نجمين مصريين طارق حامد ومحمد شريف. أحمد مصطفى، أحمد مصطفى لاعب نادي الأخدود اللي لعب قدام شريف أو واجه فريق شريف فريق الخليج، وانتهت المباراة زي ما عرفنا بخسارة الأخدود بنتيجة 1-0. مدة مشاركة أحمد كانت 26 دقيقة، خلالهم كان ليه 5 تمريرات بنسبة نجاح 80%، حصول على أخطاء مرتين، تقييمه 6.6 درجة، والأخدود في المركز ال 15 برصيد 4 نقاط، والمباراة اللي جاية هتكون أمام الفتح أيضا في مسابقة الكاس. يمكن أحمد هو الاستثناء الوحيد من اختيارات روي فيتوريا من الأسماء اللي ظهرت معانا طبعا لغاية دلوقتي. قطر، حمدي فتحي وهو أيضا من المختارين لمعسكر المنتخب. حمدي فتحي طبعا شارك طبعا لاعب نادي الوكرة القطري، شارك في فوز فريقه على المرخية بنتيجة 3-0 في الدوري. مدة مشاركته 90 دقيقة، وهدف وحيد أحرزه حمدي فتحي في المباراة من الثلاث أهداف اللي أحرزهم فريقه، صناعة الأهداف مرة وحيدة بنسبة دقة، لا دي ما فيهاش نسبة دقة، هي مرة واحدة صناعة أهداف، تمريرات 55 تمريرة بنسبة دقة 82%، تمريرات مفتاحية 2، تمريرات طولية 6 نجح في 4 منهم، والتحامات أرضية 14 كسب حمدي 9 من الالتحامات دي، تقييمه في المباراة 7.8 درجة. والوكرة حاليا في المركز الرابع في الدوري القطري برصيد 8 نقاط، والمباراة اللي جاية هتكون أمام فريق الريان في الدوري. واخر لاعب معنا احمد حمدي، لاعب مونريال الكندي واللي انضم ايضا بالمناسبه، حمدي بينضم المعسكر او بيقع اختيار ري فيتوريا عشان يكون موجود مع منتخب مصر في معسكر اكتوبر. مباراه فريق مونريال الاخيره امام نيويورك ريد بول انتهت بخساره فريق احمد حمدي بنتيجه 2-1. حمدي شارك في المباراه دي 14 دقيقه، كان ليه فيهم 5 تمريرات بنسبه دقه 40%، خسر الكره 4 مرات، تقييمه 6.4 درجة. ومونريال حاليا بيحتل المركز 22 في جدول الدوري، والجولة اللي جاية هيكون ليهم مواجهة أمام فريق فورج في الدوري الأمريكي، فريق كندي ولكنه طبعا بيشارك في الدوري الأمريكي. دي كانت قصة محترفينا في الجولة الأخيرة أو في جولاتهم الأخيرة مع فرقهم وأنديتهم، وهنتابع طبعا مع حضراتكم كل أسبوع هيكون لينا وقفة مع أخبار محترفينا في الخارج. نقف وقفة سريعة جدا، فاصل سريع، نستقبل بعده المحللين الفنيين أحمد مصطفى وبلال محسن، وكلام كتير بقى عن الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني، وبالتأكيد طبعا ماتش سان جورج مع الأهلي يوم الجمعة حاضر معانا في السادسة، لكن كل ده بعد الفاصل.